هل تدريب حراس المرمى بيختلف عن تدريب اللاعبين؟ يعني كابتن نعمان قال ان احنا بنتمرن 4 ساعات، اكيد في اختلاف عن حارس المرمى واللاعب. انا بتمرن مع زي ما هم ماشيين بالظبط، اتمرن في الجيم عادي معاهم. يعني انت في المفرمه معاهم؟ تمام. على طارق مش سايب حد يسير يعني. هو لازم تبقى عليه كل التعب طبعا، لسه جايين حاجه تمرين محدش قادر يمشي عليك اصلا. والله انا حاسس ان انتوا حتى صوتكم مش طالع. بالظبط. طب يا جماعه بعد البرنامج كده لازم عشا جاي جايب 4 ساعات. اتفضل يا عبد الرحمن. فاحنا بنطلع من الجيم على طول، لو هم يخشوا تراك بخش معاهم تراك، لو ملعب بخش مع ملعب. كابتن مادو طبعا مدرب كبير، مدرب حراس طبعا مدرب كبير جدا. بيشتغل معاه فنيات وفي اتجاه حراسة المرمى او فيتنس اتجاه حراسة المرمى. صحيح. يعني هما يشتغلوا في الملعب، هو مثلا ياخدني في نص الملعب الثاني اشتغل انا لوحدي. انت بتتمرن دلوقتي طبعا لوحدك لان الطياره مع المنتخب؟ بتمرن لوحدي. هل حد من صعب الناشئين معاك ولا لا لسه؟ بس هم عشان هم باين في اجازه، باين لسه مخلصين السيزون بتاعهم من قريب. كابتن طارق مديهم كده راحه بسيطه ويرجعوا. طب برضه نفس الكلام، انت شغال على نفسك منتال زي ما قلنا طبعا. حضرتك لما بتيجي النادي الاهلي بتتعاقد معانا، حضرتك بتمضي عقود احتراف، فانت لازم تبقى انت يعني زي ما نعمان قال، انت بتستثمر في نفسك وبتشتغل على نفسك، حتى نومك واكلك وبره الملعب مش جوه الملعب بس. ده انت لازم تبقى انت يعني مسيستم حياتك كلها. صحيح. مفيش يعني مفيش دروب فيها في اي حاجه عشان هيأثر عليك في الملعب. صحيح. وخلي بالك احنا ما شاء الله يعني عبد الرحمن، احنا عندنا اقوى حراسه مرمى في مصر ما شاء الله، انتوا الثلاثه اي واحد فيكم يبقى منتخب مصر. الحمد لله. احنا الثلاثه على طول لما في المنتخب، احنا الثلاثه بنروح المنتخب. صحيح. ودي ما بتحصلش في كل الانديه خلي بالك. يعني مش دايما الانديه بيروح منها ثلاثه وثلاثه، اي حد وانت مهمد يقف في حراسه المرمى هيسد. بالظبط. يعني برضه دي كومبيتيشن اللي بينكم، المنافسه موضوع صعب يعني. المنافسه شريفه طبعا. كل واحد بيعمل اللي عليه. طبعا كل واحد بيعمل اللي عليه، يعني كله احنا اخوات طبعا، متربيين مع بعض كلنا، كلنا طالعين من تحت، كلنا لعبنا مع بعض تحت. فكلنا يعني صعب. عندكم نفس طبعا، عندكم نفس الروح. طبعا حتى اللي بيجي من بره بيخش في الروح دي. اي حد بيجي من بره طبعا احنا بنقف جنبه، حتى يعني زي مصطفى خليل لسه جاي، ده هو اصلا من النادي. اللي هو صفقه الانتقال اللي جت ابن النادي. فهو كمان دوره كبير الفتره دي، اللي هو لمم الفرقه والناس الصغيره، وعارف سياسه النادي الاهلي، وعارف يلم الناس ازاي، يدخلهم في اجواء يعني مرحله اللي انت بتطلع من الناشئين لدرجه اولى دي. طبعا انت لسه فكرك مش احسن حاجه. مش انتوا انبسطتوا بانضمام مصطفى كمان للفرقه؟ طبعا طبعا اكيد. طبعا لعيب كبير طبعا، و كان محترم يعني، حاسين اضافه فنيه كبيره. طبعا طبعا اكيد كده طبعا، دي رؤيه جهاز فني. بس طبعا بيبقى حلو لما يسمع الكلام ده من اللعيبه. طبعا.